نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من عام 2020 عبر موقعها الإلكتروني، حيث تناول التقرير أبرز البيانات والمؤشرات الاقتصادية للقطاعات الحيوية المتعلقة بمختلف جوانب الاقتصاد في المملكة. كما استعرض التقرير أهم المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية. وبيّن التقرير أن أداء الاقتصاد شهد نمواً في مطلع العام قبل أن يتأثر في شهر مارس نتيجة للظروف الاستثنائية التي شهدتها مملكة البحرين والعالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، مؤثرا على الأداء الكلي للاقتصاد في الربع الأول، ومسببا تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بنسبة 1.1% على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة التراجع 4.9% بالأسعار الجارية. وأوضح التقرير نمو القطاع النفطي بمعدل سنوي بنسبة 1.8% بالأسعار الثابتة، وتراجعه بالأسعار الجارية بنسبة 11.5%، في حين تأثر القطاع غير النفطي بتداعيات الفيروس مسجلا تراجعا بنسبة 1.7% بالأسعار الثابتة و 4% بالأسعار الجارية. وعكست المؤشرات استمرار نمو بعض القطاعات غير النفطية، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً وقدره 4.8%، مدعوماً بارتفاع حجم مبيعات شركة ألمنيوم البحرين ألبا. تلاه نمو قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، ثم قطاع البناء والتشييد، في حين تضرر قطاع الفنادق بشكل أكبر بسبب تأثر القطاع بالقيود العالمية المفروضة على حركة السفر، متراجعا بنسبة 36%، وتلاه قطاع المواصلات والاتصالات وقطاع الخدمات الحكومية. كما تراجع قطاع المشروعات المالية والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال وقطاع التجارة، وبالنسبة لمساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، فلا يزال قطاع المشروعات المالية والتأمين في الصدارة بنسبة مساهمة بلغت 16.7%، تلاه قطاع الصناعات التحويلية والخدمات الحكومية، بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع النفطي 17.20%. وأظهر التقرير استمرار إنجاز المشاريع التنموية، حيث من المقرر الانتهاء من مشروع توسعة مطار البحرين الدولي خلال العام الجاري، والذي يعد أحد أكبر مشاريع تطوير البنية التحتية في تاريخ مملكة البحرين بتكلفة إجمالية بلغت 1.1 مليار دولار أمريكي. كما باتت خطط تطوير السياحة في جزر حوار تقترب من التنفيذ، بعدما تم توقيع عقد تنفيذ أعمال الكابلات البحرية والأرضية جهد 66 كيلوفولت لمشروع تزويد الجزر بالكهرباء مع الشركات المنفذة لهذه المشاريع الممولة من الصندوق السعودي للتنمية ضمن برنامج التنمية الخليجي لمملكة البحرين. وأوضح التقرير في مجال التنافسية تقدم مملكة البحرين بواقع 40 مرتبة لتصبح في التصنيف في المرتبة 56 عالميا من أصل 180 دولة في مؤشر الأداء البيئي 2020 الصادر عن مركز ييل للقانون والسياسة البيئية. كما أن المملكة حققت المركز الأول عالميا في مؤشر خدمات النظام البيئي وفي عدد من المؤشرات الفرعية من ضمنها معالجة مياه الصرف الصحي. وحققت المملكة المرتبة 8 عالميا في فئة رأس المال البشري ومشاركة المستهلك ضمن مؤشر تحول الطاقة 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. كما تجدر الإشارة إلى تحسن تصنيف المملكة بواقع 25 مرتبة في فئة النمو الاقتصادي والتنمية لتصبح في التصنيف 63 عالميا. إضافة إلى ذلك، احتلت المملكة المركز الأول عالميا في 5 مؤشرات فرعية، وهي معدل الكهرباء والوصول إلى وقود الطهي النظيف وتنوع المستوردين ومعدل نصيب الكهرباء من توليد الفحم والحصول على مؤشرات تنظيمية للطاقة المستدامة.